لف في بلدنا تلاقي كل الشعب عيله، كبر وصغيرين عايزين بلدنا جميله. في البلد ناسها البسيطه دول اساسها عالخريطه، بالعمل مع بعض نمشي سكه واحده ومش طويله. ما احنا ايد مع ايد، لا مفيش احلام تروح. هو انا روح وكل واحد فينا 100 مليون طموح. طول ما احنا ايد مع ايد، لا مفيش احلام تروح. نبني جوا الناس فيبنوا، كل فرد يعلم ابنه ان بكره الجاي بتاعنا، لا مفيش خيارات بديله. رمضان مش شهر عادي، شهر بركة وصلاح حال ودعوات مستجابة، شهر لمة وفرحة وتسامح. رمضان مش شهر عادي، رمضان شهر بنستناه أصلا من السنة للسنة. رغم إننا بنتحرم من شوية حاجات بنحبها، إلا إن لسان حالنا دايما بيقول يا ريت كل شهور السنة تبقى رمضان. احنا دلوقتي يا حاج بنتكلم عن شهر رمضان، بتحب شهر رمضان؟ ده شهر مفترض، يعني الناس كلها بتحب بعضيها. ليه رمضان في مصر مميز عن أي حتة تانية؟ الشعب المصري بيحب شهر رمضان طبيعي من زمان، من زمان مستغرب. مستغرب بحب شهر رمضان ده، شهر مبارك ده جميل جدا، والخير بيجي كده لوحده كده من عند الله. تعودنا من زمان على جدية، تعودنا نجيب كلوبات، تعودنا نحط زينة. بس أنا في مين اللي حضرتك مفتقده في رمضان؟ أهلي، أبويا وأمي. يا ريت أبويا وأمي حاجة ثانية. أبويا وأمي ما فكرتني أنت بالماضي. أبويا وأمي بحارب 67 وتنجيت عشان المهمة، عشان المهمة تنجيت. الأب والأم دول ما يتعوضوش، دول بركة. بس من يعرف الأب والأم بالذات لازم قبل ما أخرج وأبوس إيد أبويا وأبوس إيد أمي، دول ما يتعوضوش. إيه الدعوة اللي كل يوم بتدعيها على الفطار؟ يا رب نجمعنا على الخير يا رب، وصفوا قلوبنا يا رب على النبي، وصف قلوبنا وصف حبايبنا وصف الناس اللي بياكل معاهم، يكون قلبهم صافي يا رب. حضرتك شايف رمضان فرصه لايه؟ فرصه للتوبه، الانسان يبقى يبعد عن المعاصي وينسى ويبدا صفحه جديده. بس بقى من بعد رمضان بقى يمشي شيء غلط ما ينفعش يا فندم. تعرف اغنيه من اغاني رمضان حافظها صم؟ يا عبد المطلب رمضان جانا، اغنيه جميله جدا. تعرف تغنيها؟ بيقول ايه؟ رمضان جانا وفرحنا له شهر بحاله بعد غيابه، بعد غيابه وبقاله زمان غنوا قولوا شهر بطوله أهل رمضان. لما حد يجي يهزر معاك يقول لك صايم ولا زي كل سنة، بتقول له إيه؟ لا كلمة دي بايخة. بايخة صح؟ إيه ده؟ إيه كنت أقول لهم إيه؟ مش عارف كل سنة يعني إيه؟ معلش أنا فاجئتك على طول. إيه كل سنة؟ ده بيهزر ده ودلوقتي يهزر. لما حد بيضايقك في الصيام بتقول ايه؟ اللهم اني صائم. اللهم اني صائم صح كده؟ عشان ايه؟ اقول لك عشان إيه؟ عشان تصمد يعني، ما يتم عشان اصمد في الصيام بتاعي لحد ما نفطر وبعدين احاسبه. اضرب بقى كده بيه. ده ايه ده؟ في في يا عم حنفي ما تقعدش. ماشي يا عم حنفي، ها يلا يا عم حنفي، ها ماشي يا عم حنفي. سقف يا عم حنفي يا جماعه، دول ثلاث فوانيس يا عم حنفي. في الثلاث فوانيس دول كل واحد فيهم فيه دبدوب، وفي فانوس فيه مع الدبدوب حاجه تانية ما نعرفش هي ايه. طب ده افتحه بقى كده، طلع الدبدوب. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش مين دي؟ فلوس عم حنفي؟ لا يا فندم، مفيش انا ايه دي؟ الفلوس اللي انت كسبتها عم حنفي. ازاي يا فندم؟ مش انت اخترت وحظك جه في الفانوس ده؟ مش شغلت حاجه ما اخد مال بزوه. ايوه يا عم حنفي، المفروض اشتغل وابحث واشتغل واعمل واخد فلوس دي. خد كده عجاز كده، ليه الجمال ده؟
كرم ربنا عليك يا عم حنف. صحوا بقى كده؟ اه. صح يا عم حنفي؟ اهو طلع الدبدوب. عم حنفي ليه ايه تاني؟ يا فندم ايه ده؟ لا يا فندم ده ايه ده؟ لقيت بقى عم حنفي تاني؟ ما تسالوش انا فاهم ولا ايه؟ المحرم المحرم ولا ايه؟ ما عند الله. سبت تاني عم حنفي؟ ما عند الله. سبت تاني؟ سبت طلعهم يا عم حنفي. حطهم على التانيين بقى والف مبروك عليك يا عم حنفي. انا بحلم ولا ايه؟ لا والله ولا اي حاجه. الف مبروك. احنا بنتكلم عن شهر رمضان. تحب شهر رمضان؟ طبعا جدا. يا ريت السنه كلها رمضان. اكيد بنحبه. ده نستنى للسنه يعني اكيد بنحبه. استنوا شهر رمضان. ده احنا قاعدين العمر كله شهر رمضان. العمر كله. اه اكيد يعني. ليه بتحب شهر رمضان؟ كل الخير والسعاده و... وكله قران قران وحاجات جميله يعني حاجات اكيد. ونصلي التراويح و... والحمد لله. صلاه النبي دايما على طول فيه دايما. صح. حاجات حلوه. كل حاجه حلوه فيه. كل حاجه فيه حلوه. اللمه والسعاده حاجات حلوه. احنا دلوقتي في رمضان وده شهر تسامح. اكيد. في حد عزيز عليكي كان بقالك فتره ما بتكلمهوش ولا ما بتتعامليش معاه ممكن النهارده تصفي ما بينك وبينه عشان رمضان؟ لا الحمد لله انا بيني وبين الناس كلها بحب الناس كلها. احنا عمرنا ما خسرنا حد ولا عمرنا زعلنا من حد. بصلي لو زعلنا جزء على 5 دقايق وبروح مصالحه احنا. عمرنا ما زعلنا من حد. عشان ايه بنقول بجعلنا بيننا وبين المسلمين كلها احلى ايام احلى ايام احلى ايام في رمضان. مين اللي يزعل من مين؟ احنا بنتعلم ايه بقى من شهر رمضان ومن الصيام؟ نتعلم حاجات كتيره. زي يعني بص الصبر والتقوى وربنا سبحانه وتعالى يعني يرحمنا برحمته الواسعه. ونقعد نقول لناس كتير ده شهر مفترض يعني ربنا يجعله خير على الناس كلها جميعا. امين يا رب. حضرتكوا تعرفوا تقلدوا مسحراتي بتاع زمان وبيصحي الناس ولا ما تعرفوش؟ مسحراتي اصحى يا اللي نايم يا ام محمد اصحي صحي النوم. هو ده. ايه اغاني بقى رمضان اللي بتحبوها؟ وحوي يا وحوي وحوي وكمان وحوي. رمضان كريم يا غالي. رمضان كريم. عمرك وانت صغيره فطرتي في الخباثه كده من ورا اهلك؟ اه. حصل؟ حصل. وعملوا ايه بقى؟ زعقولي. لما عرفوا زعقولك؟ اه. ولا انت رحت قلت لهم ولا اكتشفوا؟ لا ده وده. اكتشفوا. ده وده اكتشفوا. أوه. وانا قلت لهم. وانت قلت لهم. خدي سناره. اه. وهي سناره. بالصلاه على النبي. بصي المفروض هتحطيها في بقها وتطلعي السمكه تحطيها هنا. يلا بقى مين اللي هيكسب بقى؟ اهو. ما يلا حاجة وانت حطيها في بقها حاجه وهي ان شاء الله هتقفل. ايوه هي هي شدها حاجه ارفعها لفوق. ماشي. طب اه الحاج هو شوفي ما شاء الله شاطره يا حاج. صعب الحاج يا جماعه. مامتك كسبتك يا ناصحه. 1 2 3 ابدا. يا ست سيبيها سيبيها. المره عملوا لها عنطه واحده. لا لا الا الله. لا لا ليه كده؟ كله ليه بس صل على النبي. صل صل. دول 3 فوانيس تمام؟ 3 فوانيس فيهم دباديب بس في فانوس في مع دباديب حاجه. ايه هي الحاجه دي ما نعرفش. اختاروا ما بينهم وانتوا حظكم. اختاري كده يا حاجه. حاجة سنة هتلاقي ايه بقى في الفانوس؟ الصلاة على النبي الله أكبر. لقيت ايه في الفانوس بقى؟ بالصلاة على النبي بسم الله ما شاء الله الله أكبر. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. ربنا يزيدكم من نعمه ويوسع عليكم وكل وكل سنة وأنتم طيبين ويجعل مرسم حلو عليكم وعلى أمك لا إله إلا الله أجمعين. لقيت فيه بقى حاجة سنة؟ بالصلاة على النبي لقيت حاجات حلوة كتيرة بالصلاة على النبي. الله يبارك لك ألف مبروك يا حاجة سنة. متشكرين قوي قوي يا حبيبي. مبروك. بتحب رمضان؟ هو في احلى من ايام رمضان وجو رمضان وليالي رمضان. ليه بتحب رمضان؟ اجواءه جميله عبادته في روحانيات عاليه قوي في حاجات حلوه قوي في حاجات بتفكرنا بالماضي بتاع زمان في رمضان في الاجواء اللي كنا بنعيشها واحنا صغيرين واحنا اطفال. لا لا في حاجات جامده قوي قوي قوي. مفيش احلى من ايام رمضان. ده رمضان ده حاجه خير كتير. قرآن صيام كل حاجة حلوة. إيه اللي يختلف في رمضان زمان عن رمضان دلوقتي؟ كان في حاجة زمان اسمها الطبق الداير إحنا اتربينا عليه. الطبق الداير ده كان بيلف هنا 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 هنا. النهاردة مفيش الكلام ده. بتدخل رمضان بتكون عايز تطلع منه بإيه؟ عايز أطلع أكون ربنا مسامحنا ونستفيد منه في العبادة. لو قلنا ان حضرتك مفتقد حد في رمضان ده كان نفسك يبقى معاك مين؟ امي وابويا. كان نفسي فعلا يبقى معايا.
ربنا يرحمهم يا رب. افتقدتهم جامد قوي قوي. مهما كان البني ادم مننا كبير او صغير، مفيش غنى عن الام والاب. تحس ان انت بقيت فاضي بعد وفاتهم بالاخص. مع الام وابويا كان نفسي يشوف عيالي بعد 30 سنه و40 سنه. عيالي صغيرين دول كان ربنا حرمني 30 سنه و40 سنه، جايين بعد 40 سنه. كان نفسي يبقوا معايا يفرحوا زي ما انا فرحت بعيالي، وربنا كرمني بطفلين دلوقتي عندهم 6 سنين. كان نفسي يبقوا معايا. ليه رمضان مختلف في مصر عن اي بلد تاني؟ مصر الناس كلها بتيجي فيها عشان تفرح بيها. مفيش زي مصر. من لفيت العالم كله مش هتلاقي زي مصر. حضرتك فطرت من ورا اهلك وانت صغير؟ كتير. الخباثة كده؟ كتير. كتير؟ لما كنت بتكون عايز تعرف صاحبك اللي فطر زمان كنت بتقول له ايه؟ طلع لسانك كده. طلع لسانك. ليكوا في اللعب ولا مالكوش؟ لا لا في الكورة. تيجوا نلعب مع الناس يا جماعة؟ وانهم قالوا لا يوم في الكورة، تعالى كده نجيب الكورة ونشوف هيعملوا ايه بقى مع بعض. يلا يا عم احمد. ايوه عم احمد انا لسه عارف انت ازاي بتلعب الكورة بعصب رجلك. يلا دينا بقى حركة من بتاعت زمان بقى يا عم احمد. حركة 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 يا استاذ حسام. حركة يا عم احمد. ايوه بقى يا عم احمد انت هتقع. 1 2 3 يلا خلاص استسلم يا عيني. 3 فوانيس كل واحد فيهم فيه دباديب، فيه دبدوب بس لوحده، فيه دبدوب معاه حاجة تانية. اختاروا وانتوا حظكم ونشوف بقى تختاروا ايه. ماشي حلو على الطاب العكس. يلا بينا. ام حسام ليه ايه؟ ام حسام ليه ايه؟ لقيت فلوس. لقيت فلوس؟ وانا لقيت فلوس. وانت لقيت ايه؟ فلوس. لقيت فلوس يا عم احمد؟ اه. الف مبروك يا عم احمد. الله يبارك فيك. الف مبروك يا ام حسام. رزق العيال. ربنا يخليهم لك يا رب. يبارك لهم. الف الف مبروك. احساس جديد جوانا ان القوه فينا، وطول ما الكل واحد هتفضل حلوه بينا. نبني روحنا ونبني فيها بالاراده نعدي بيها. بص جوا عيون ولادها البلد دي في ايد امينا. احنا ايد مع ايد لا مفيش احلام تروح. هو انا روح كل واحد فينا بمليون طموح. طول ما احنا ايد مع ايد لا مفيش احلام تروح. نبني جوا الناس فيبنوا كل فرد يعلم ابنه ان بكره الجاي بتاعنا لا مفيش خيارات بديله.